بعد اسبوع يلعبوا في استاد القاهره لقاء العوده. فتوح يستعد للنزول، يلعبوا لقاء العوده. مدحت قلب الاسد يسجل للزمالك، ثم يصنع طارق مصطفى على طريقه ناصر ماهر لايمن منصور. نسمع تعليمات اندري بيكي. كمل قصه طارق مصطفى مع شوتينج ستارز، تبقى النتيجه 2-0. لكن في نفس الدقيقه 89 يسجل شوتينج ستارز، يروحوا الفريقين ركلات